مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيك. عن جد كيك بنصحكم تجربوا الطريقة، قد ما سهلة وبسيطة وكتير طيبة، جدا جدا سهل هيدا الكيك بالتحضير وبدون طبخ ولا فرن، كتير بسيط وبيطلع كتير كتير طيب وروعة. مثل ما شايفين منظر بشهي، شايفين منا شكل كتير بعقد فخامي على الحل. هيدا الشكل روعة، شايفين؟ شايفين الكيك من الداخل شو حلو؟ هيدا شكل الكيك بعقد سماكي وكتير كتير رائع وفخامي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا سويس رول 300 ميلي دبل كريم وملعتين طعام مربى المشمش. بدي أقطع سويس رول سلايسز بهيدا الشكل، هيدي السماكة. عنا هيدا القالب غلفته بكلين فيلم بنايلو خاصة للأكل. بصف سويس رول بأرض القالب بهيدا الشكل، منصفهم صفينا سويس رول بهيدي الطريقة، بحطهم على جنب وبدي اخفق الكريمة دبل كريم. نخفقهم على سرعة عالية. بس خفقت الدبل كريم بهيدي السماكة بحط المربى. بخفقهم كمان على سرعة عالية. خلصنا الخفق. بعد ما خفقنا الكريمة بنحطها على سويس رول. ملعقة صغيرة أفضل، بستحكم إنه مدهم بهيدي الطريقة أفضل. بحط سويس رول، فينا كمان الفراغات نحط فيها شقف هيك خفيفة. سويس رول ضل اعمل طبقات سويس رول وكريمة ليخلص عنا كمية سويس رول والكريمة. بعد ما عملتهم بهيدا الشكل حطينا طبقات سويس رول والكريمة، هلأ بحطهم بالبرد اقل شي ساعة لتجمد عنا الكريمة منيح. عنا 150 ملي حليب بارد، نضيف عليهم ظرف كريمة، بخفقن على سرعة عالية. انتهينا من خفق الكريمة، بدنا نشيل الكيك من القالب. بغلف الكيك بالكريمة.
بس غلفت الكيك بالكريمة بهيدا الشكل. هلأ بدنا نزين. بعد ما حطيت الكريمة بهيدا الشكل على الكيك، عنا هون سبرينكلز خاص للحلويات لون أبيض، بدي أحط كمان على الكيك. حطينا قدير من هيدا السبرينكلز، كمان رح رش هون على الوش، بيعطي شكل كتير رائع وحلو. هذا الكيك اللي عملته أنا وياكم بدون فرن وبدون طبخ. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.